زي مسافرة وعامل حفلة بس حزم قالك على غفلة. إني ما تفهمش غلط، أنا بعمل كل ده عشان مصلحتك ومصلحة أختك صدقني. مصدقك طبعا يا بيه، بس أنت المرة دي فرطة منك جامد يا بيه. مش لما أنت ليك في النظام ده تقولي برضو حزم حزم حبيبك. نظام إيه؟ هظبطك. أنت فاهم غلط. على العموم بص يا حازم، انا هشرح لك كل حاجه بعدين. تشرح لي ايه يا باشا بلبس الالعاب اللي انت لابسه ده ساعتها؟ حلو طبعا يا باشا، ماشي مع الشبكه اللي بره. شبكه ايه؟ الشبكه يا باشا اللي بره يا باشا، عشان كده حضرتك حطتني في الاداب عشان اتستر على جرايمك. يا بجم افهم، انا فعلا ابتديت اجراءات نقلك، بس انت ساعدني. نقل ايه يا ابي وتكلفه ايه؟ كنت مثل الاعلى وخلاص انهارت يا سفاح الاندر ايدج. اخرس ولد حازم. عزمي عزمي حبيبي وحشتني. عزمي انت نمت ولا ايه؟ روحي دلوقتي ما وحشتكش يا حبيبي. وحشتني بس. ايه ده؟ فظيع قطك دي؟ ها قطك؟ ايوه سريرك. ايوه سريرك ده والحافي. بجد؟ ايوه بجد يا عزمي. أيوه. وحشتني موت يا حبيبي. وحشتني بس روحي دلوقتي. بعدين بقولك يا عزمي. نعم. الجو ده ما بيسترش جواك اي مشاعر ناحيتي؟ مين دي يا عم المثير؟ دي مجموعه من الاندر ايج جايه تسلم عليا. اه ربنا يوفقك يا باشا. طيب نعم. طول عمر الاولاد معايا بتاكل، شكل الشايب كده هو اللي هيقش. طيب بعدين اقش ازاي وفي جوكر واقف وراكي؟ ايه ده؟ مين ده؟ انا ناجي صاحب عزمي، كنت معاه في الفصل. مش معقول يا فندم، حكاية الرحلات دي زادت عن حدها قوي لدرجة انها بدأت تأثر على المستوى التعليمي للجامعة. ما تيجي نتكلم بصراحة، انا فاتح الجامعة دي بيزنس افيد التعليم، انما المكسب نمرة واحد عندي. وعشان نكسب لازم نزود موارد الجامعة، رحلات حفلات، مش هنصرف على الجامعة من جبنة يعني. بس احنا دلوقتي بنعمل رحلة كل اسبوع يا فندم، واحتمال قريب يبقوا رحلتين في الاسبوع. مش الطلب عايزين كده؟ انا تحت امرهم. احنا لازم نفرغ طاقتهم المكبوتة لان كبتها في خطر على مستقبل مصر. الكلام ده مش مظبوط يا فندم، وبيتجاوز كل الخطوط الحمراء. سوري انا مضطر الغي الرحلة دي. انت نسيت نفسك ولا ايه يا دكتور؟ اتفضل. وعلى فكرة انا كنت صريح معاك من اول لحظة، ده مشروع استثماري.